مساكم الله بالخير. ولد في أرض أنجبت كبار المثقفين والأدباء، سجل اسمه أحد رواد الثقافة في السعودية، كل تلاميذه بلا استثناء يشهدون له بأنه كان فريداً في قلمه وفي أفكاره وفي شخصيته وطريقة عمله. أسال قلمه مبكراً وأشعل إبداعه في كل مكان استقر فيه منذ كان طفلاً. هو إن كان ناقداً وأديباً إلا أنه أستاذ من أساتذة الصحافة في السعودية، أسس أحد أهم المطبوعات الثقافية على مستوى العالم العربي، احتك بالكبار منذ البدايات بالعمل معهم أو بقراءة صفحاتهم فأصبح منهم، واضعاً إبداعه على صفحات الصحافة السعودية على مدى عقود. الرجل الذي صنع نموذجاً من أهم النماذج الثقافية ومن الصفر، مؤسس مجلة الفيصل ورئيس تحريرها الأول ابن جازان، الأستاذ القدير علي الصافي.